لعب يعني مباراتهم مضغوطة. اهلي وصل اهو كابتن اشرف، اه دي لقطات الوصول وصول الاهلي اه لتونس. الاهلي ليه ذكريات جميلة هناك في تونس اه طبعا يعني، مع التراجي خد البطولة قبل كده ومع مع التراجي الصفاقسي ومع الصفاقسي يعني بالظبط. بتهيألي 2006 بتهيألي او ايوه حاجة زي صح كده. ف 2007 يعني اه في التوقيت ده كان اعتقد ابو تريكا هو اللي كان جاب هدف هدف الفوز يعني. ايوه النادي الاهلي بيقدر يتعامل مع المباريات اللي زي دي، بيقدر يعني في دراسه كويسه لفرقه الترجي، فرقه الترجي مأديه بشكل كويس الفتره الاخيره. من الفرق حتى لو مستوى الفرقه مش كويس في المسابقه بتاعتهم، لكن هم في المباريات اللي زي دي بيقدروا يتعاملوا مع انت المباراة صح. الكبيرة. 2006 كابتن، 2006 ماتش الصفاقسي 2006. اه. فالنادي الاهلي هيقابل فرقة مش سهلة. المباراة اللي هناك زي ما احنا فاكر زمان احنا كنا دايما نقول ايه الشوط الاول هيتلعب والشوط الثاني عندنا في مصر. فعلا المباراتين مترابطين جدا ببعض كمستوى. بس رئيس نادي الترجي هو اللي بيستقبل بيستقبل كابتن محمود اه طبعا الخطيب. حاجة في احترام دلوقتي يعني، في احترام من الفرقه كلها. نادي الزمالك برضو استقبل في في المغرب المغرب بشكل طبعا محترم جدا، ونفس الوضع بالنسبه للاخوه المغاربه برضو تم جايين استقبال، بكره هم هيتم فريق استقبالهم المغرب. بشكل برضو محترم جدا. ودي حاجه يعني حاجه المفروض طبيعيه تبقى موجوده بين الانديه كلها. طبعا النادي الاهلي معظم لعيبته او معظم الناس هتبقى عارفه التشكيل. انت لو سالت اي واحد مين اللي بتفكر ممكن لمين اللي يلعب هيقول لك انا عاوز فلان وفلان وفلان. يعني احنا لو اتكلمنا على التشكيله كابتن كريم، ايوه اعتقد مصطفى شوبير حراسه المرمى، الرباعي علي معلول محمد هاني ومحمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمد هاني، ده رباعي خط الظهر اللي دايما هم بيلعبوا مع بعض على طول يعني. برضه بسبب ان ياسر مش موجود، ياسر موجود بس لسه كان هيبقى راجع بره، من اصابه. هيبقى بره. محمود متولي بيشارك، لكن في رامي ومحمد عبد المنعم لعبوا مباراه اكتر من مع بعض يعني. ممكن يبقى في ثلاثي في وسط الملعب، مروان عطيه واكرم توفيق، الاثنين دول هم الاثنين سته في وسط الملعب او محاور في وسط الملعب كوسط ملعب مدافعين. يلعب الثلاثي الهجومي ممكن امام عاشور، بيرسي تاو، عندك حسين الشحات، بقى عندك رضا سليم، يعني ممكن اي واحد اي ثلاثه من المجموعه ديت. المهاجم وسام ابو علي اعتقد هو يمكن اقرب واحد، لان انا شايف ان هو ده يعني هيبقى مهاجم نادي الاهلي بشكل كبير الفتره اللي جايه.